طيب نبتدي بقى معاكم كلامنا عن اللاعب الدولي المصري ولاعب النادي الاهلي السابق محمود حسن تريزيجيه جناح فريق استون فيلا اللي كان بالفعل هو حديث الملاعب امبارح بعد ما حصل على لقب افضل لاعب في مباراه فريقه ضد فولهام بعد ما قاد فريقه لريمونتادا وحصد 3 نقاط غاليه جدا في مشواره نحو مزاحمه الكبار في جدول ترتيب الدوري الانجليزي. قاد فريقه لتحقيق فوز ثمين على فولهام ب3 اهداف مقابل هدف ضمن منافسات الجوله 30. الفوز ده مهم وغالي لان تريزيجيه حقق لفريقه اول فوز ليه بعد غياب 4 مباريات رغم انه شارك كبديل بس يعني اهو نزل الملعب وخلص الماتش زي ما بيقولوا. لو اتكلمنا بقى وحللنا ارقام تريزيجيه اللي تم اعلانها امبارح بعد المباراه هنلاقيها بتكشف انه لمس الكره 18 مره بينها 8 تمريرات دقيقه من اصل 9 بنسبه 89%، كمان قام بالتسديد 4 مرات نجح في توجيه 2 منهم على المرمى و2 خارج المرمى بالاضافه الى محاولتي مراوغه ونجاح في التدخلات بوقع 3 من أصل 7 كرات. ده خلى كل يعتبر ان تريزيجيه بالفعل هو الافضل خلال الموسم الحالي بالدوري الانجليزي مع نادي استون فيلا، وبكده تريزيجيه اصبح اللاعب الثالث في تاريخ استون فيلا اللي بيسجل هدفين بعد دخوله بديلا في لقاء في الدوري. تريزيجيه بعد المباراه قال يعني شويه كلام مهم جدا الحقيقه وهو بيرد على اشادات الناس ليه. قال المباراه كانت رائعه وانا سعيد بتحقيق الفوز للفريق وباهدافي لانني لم اسجل منذ فتره طويله وكنت متاكد انني ساعود لاحراز الاهداف واتمنى استمرار التوفيق واكون على نفس المستوى في المرحله القادمه.